لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانع السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذائب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفنه الضارب. لا حكيم أمر بديع الكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنب مؤتلف متراكب من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والتراب. لا إله إلا الله. كريم بسط بخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب تائبون إلى الله هل من طالب حاجة فأولي له المطالب ولا رأيت القدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآمق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغيائب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وادركوا الى المحبوب ولم يعد احد من القوم وهو خائب. لا اله الا الله. فسبحانه وتعالى من ملك اوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وارض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله كلا وآدم قال آدم به أنيله على المراتب كلا ونور قال نور به ينزو من الدرك ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب كلا وإبراهيم على أمبد الأسلام والكواكب كيلا وموسى قال موسى ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب كيلا وعيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالهاجب كيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتجاه المحبة والافتخار ونشرت على رأسه العصائم قال هو نبي استمطر من الوحي ابن طالب يموت أبوه وأمه وينفر جده ثم عوش شيخ اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تذله الغمامة تطيعه السحائب فجر الجبين ليل الذوائب ألف الأنف من الفم نون الحاجب سمعه يسمع شرير القلم بشره يسمع اتباك ثاقب قدمه قب لوم البعير فزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الطب وسلمت عليه الأشجار وخاطبت الأحجار وهن إليه الجن حنين عزين نالب يداه تنهر بركة وما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أذي يعفو ولا يعاقب وإن خشم يصمت ولا يجاوب أرفعه يا أشرف المراتب في رغبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وفصل عن العالمين وصل إلى قاب قوسين قوت له على النديم والمخاطب اللهم صل وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم رده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب. فإذا شرفت ربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والمجارب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله يا نبي 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 يا ن
صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهد العرش ضربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات وانوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بالطلق بإدراك الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم سائدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. الله يا حبيب سلام عليك، صلاة الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا سلام عليك، صلاة الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي Allah ya
الحبيب سلام عليك صلاه الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وله من الخير طرقا، كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح الإنسان ويصح في اللسان، ويعفو عن ذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه، من رآه بدية هابه، وإذا دعاه المسكين أجابه، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماس ولا عياب، إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر، وإذا تبسم تبسم بحب القمام، وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام، وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه، وإذا مر بطريق عرف يوفي به أنه قد مر فيه، وإذا جلس في مجلس بقي يطيبه فيه أياما وإن تغير، ويوجد من أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب، وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم زهر، وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر، وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يرفق باليتيم والأرملة، قال بعض واصفين ما رأيت من دين سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.